السلام عليكم. من اكتر الكلام اللي بيعصبني لما اسمع حد بيقول احنا شعب متدين بالفطره. امنا بالله احنا شعب متدين بالفطره. سمعت الجمله دي كتير وبروح بعيد في معناها. احنا فعلا ممكن نكون شعب متدين بالفطره، بس برضه احنا شعب كفيف بالفطره، ما بنشوفش غير تحت رجلينا وما ملكت ايماننا. احنا مش كلنا شعب جاهل زي ما بنقول على نفسنا، وكتير مننا بيعرفوا يقروا ويكتبوا، وكتير مننا بيسمع كويس قوي وبيعرف يتكلم كويس قوي. احنا مش شعب متدين بالفطره، احنا شعب طيب وعلى نياته بالفطره. اطفال الشوارع، مين اطفال الشوارع دول؟ العيال الملحوسه اللي دايسه حافيه اللي بتخبط لك على ازاز المطعم ولا ازاز العربيه وانت ماسك سندوتش. اخر احصائيه بتقول ان احنا عندنا من 1.5 مليون الى 2 مليون طفل شوارع. طب خد عندك يا شعب متدين بالفطره، 14,000 طفل بيتولدوا من علاقه غير شرعيه سنويا في مصر. احنا شعب طيب وعلى نياته بالفطره. اخر احصائيه بتقول ان 1 من كل 5 طلاب جامعه متزوج سريا من احدى زميلاته اللي بيقولوا عليه زواج عرفي. واحنا علشان شعب متدين بالفطره بنصهين. تعالوا نبص لنفسنا شويه كده، علشان احنا شعب متدين بالفطره، قدام مسجد السيده زينب في بنات بيبيعوا نفسهم ب 20 جنيه وكل اللي هناك عارفين انا بقول ايه. وفي 2009 كانت البنات بتتاجر لطلبه المدارس في مكرم عبيد ساعه خروج المدرسه، واللي ينكر يبقى كذاب وبيتحط صوابع في عينيه. زمان انور وجدي وفيروز عملوا فيلم اسمه ذهب عن طفله من علاقه غير مشروعه بين ابوها والخدامه، ومحدش اهتم بالموضوع خالص وكان فيلم زي كل الافلام. فريد شوقي عمل جعلوني مجرما عن اطفال الشوارع وكلام افلام وخلاص. ما الناس نسيت ان افلام زمان دي هي جزء من واقعنا، ده لو ما كانش كل واقعنا. احنا مش بس شعب متدين بالفطره، احنا شعب عامل مش واخد باله بالفطره. جمعيه عملت فرع لرعايه الامهات الصغيرات، يعني امهات سنهم صغير جدا مخطئ. الناس رفضت الفكره والشعب المتدين بالفطره رفض التبرع للفرع ده بالذات، وكانت تبرعاتهم للجمعيه مشروطه بان التبرعات ما تروحش للفرع دوت. وللاسف اغلب البنات دول بيبيعوا نفسهم في الشوارع لغايه النهارده عشان يلاقوا ياكلوا عشان ياكلوا عيالهم. اصحوا شويه وركزوا، ربنا يستركم. احنا مش شعب متدين بالفطره، احنا شعب فينا حته نداله بالفطره، وعاملين نفسنا مش واخدين بالنا. مش واخدين بالنا ان ما يقرب من 2 مليون طفل في شوارع مصر ليل نهار عندهم امراض معديه، بيغتصبوا شبه يوميا، مدمنين شم كله وشرب مخدرات، و20% من الاطفال دي بيتاجروا في المخدرات. في طفله في وسط البلد عمرها 12 سنه كانت بتبيع نفسها عشان تاكل وتلاقي الحمايه، وساعات ببلاش تحت تهديد مطوه او موس او ميه نار. عارفين كانت بتنام فين الطفله دي؟ اقسم بالله العظيم كانت بتنام على الرصيف بين كنيسه وجامع. يا شعب متدين بالفطره، ما بين كنيسه وجامع. تحياتي يا شعب متدين بالفطره. لسه عايزين تمنعوا الناس ان هم يمشوا بالمايوهات على البحر في المصايف، ولا عايزين نبتدي نركز في الحاجات التانية اللي مش واخدين بالنا منها؟